عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. يعني إذا مدحه الناس ما أراد المدح ولا يريد المدح، لكن الناس ما مدحه فلا يكره هذا، لأنه من عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي تطلع المدح الناس ويريد مدح الناس هذا هو الرياء. نعم.